حطي المعلقة في الإزازة وحلي أكبر مشكلة بتواجهك في المطبخ، حيلة منزلية لأول مرة هتشوفيها، أفكار ما جاتش على بالك قبل كده. أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هتعجبك وهتخرجي مستفادة. أتمنى بقى تحطوا لايك لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. وأول فكرة معايا، حطي الخيار على النار ورجع لون بشرتك فاتحة، بجد فكرة حلوة قوي. لو انت بقى في مصيف وايدك وبشرتك اسمروا كده من الشمس هترجعيهم بحاجة بسيطة جدا. هتجيبي الخيار اللي عندك وتبشريه كده، هتصفيه بقى وتاخدي كل المية اللي فيه. كده هو جاهز عندي، وبشر الخيار اللي احنا صفينا منه المية برضو هنحتاجه. هنجيب بقى معلقة صغيرة من النشا وندوبها في المية اللي طلعت من الخيار. هحاول بقى ادوب النشا فيها كويس جدا. هنجيب بقى بشر الخيار ونحط عليه معلقة صغيرة من القهوة، وطبعا مية الخيار اللي احنا حطينا عليها نشا انا هحط عليها معلقة كبيرة من المية علشان النشا يدوب عندي كويس جدا. واخدهم بقى وعلى النار زي ما احنا شايفين كده. بص شكلها بعد ما سويتها على النار، هضيف بقى عليها معلقة صغيرة زي ما احنا شايفين كده على طرف المعلقة من الفازلين التبي. كده بقى عندي احلى كريم لترطيب وتفتيح البشرة. بجد لو عندك اي منطقة غامقة هتلاقيها افتحت بمجرد ما هتحطي عليها لمدة ربع ساعة. بجد الخيار والنشا هيفتحولك الجسم درجتين من بواقي الخيار اللي عندك في البيت، قدرتي تعملي بيهم كريم حلو قوي. بجد حاجة مش مكلفة خالص وهتوفر لك فلوس كتير قوي بتشتري بيها كريمات كتير. تعالي اقولك بقى على بشر الخيار الخشن اللي احنا سبناه ده وحطينا عليهم قهوة. بقى تعملي بيهم ماسك على بشرتك او ايدك او اي منطقة غامقة عندك وتغسليها بعد ربع ساعة، وبعدين تحطي بقى عليهم الكريم اللي احنا عملناه ده. بجد حاجة تحفة جدا، حاجة سهلة وسريعة ومفعولها بجد حلوة قوي. وزي ما احنا شايفين كده النتيجة من اول مرة، جربيها ومش هتندمي، النتيجة بجد هتعجبكم جدا. وطبعا النور قطع وانا بصور بس برضه هكمل الفيديو. زي ما احنا شايفين كده تاني فكرة معايا، هتجيبي المبشرة بتاعتك وتحطي عليها الاسترتش رول زي ما انا حطيته كده بالظبط. لو عندك بقى المبشرة بتاعتك مصدية وخايفة تستعمليها، وكمان لو مش عندك اي مفرمة تفرمي بيها الثوم ولا هراسة صغيرة كده على قد ايدك تقبلي فيها الثوم، الطريقة دي بجد هتعجبكوا جدا. هتجيبي المبشرة بتاعتك وتحطي عليها الاسترتش رول زي ما احنا شايفين كده، وهتفرمي الثوم بتاعك بطريقة سهلة جدا. بصي عايزه اقولك ان الاسترتش رول ما تقطعش ولا اي حاجه، هتاخدي بقى الثوم بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين كده. هتقدري بقى تاخديه بمعلقه، هتعملي بقى كميه الثوم اللي انت عايزاها بطريقه سهله وسريعه ومن غير هراسه ولا اي حاجه، ومن غير ما تدقيه ولا هياخد وقت معاكي خالص. وتالت فكره معايا، هتجيبي فرشة أسنان ما بقيتوش كده تستعملوها لأن طبعا بتغيروها كل شهر، هتجيبيها وهتجيبي سلك المواعين زي ما أنا جايبة كده، وهتحطي سلك المواعين على فرشة الأسنان هتلفيها عليها زي ما أنا عملت كده بالظبط. وتعالي أقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. الفكرة دي بقى للأماكن الضيقة اللي في التلاجة اللي مش بتعرفي تنضفيها خالص، أي مكان بقى ضيق كده في التلاجة هتعمليه بالفرشة دي والسلكة، عايزة اقولك من غير صابون ولا اي حاجة
هتنضف وهتبقى معاكي زي الفل. ورابع فكرة معايا وهي الفكرة الأساسية بتاعت الفيديو، حطيت المعلقة جوه الإزازة وحليت أكبر مشكلة بتواجهني في المطبخ. بجد الفكرة حلوة قوي. هتجيبي بقى أي إزازة فاضية عندك وانت عايزة بقى تمليها صابون أو زيت أو أي حاجة عندك. لو انت بقى بتحطيهم في الإزازة كده، قبل ما تحطيهم في الإزازة هتحطي المعلقة. أنا هوريكي التجربة بالمية وانت بقى تقدري تحطي في الإزازة زيت أو الصابون أو أي حاجة هتقدري تحطيها في الأزايز بمنتهى السهولة. لو انت بقى ما عندكيش قمع ولا أي حاجة، كل اللي عليكي هتحطي المعلقة دي وهتعمل وكأنها قمع. يعني لو انت ما عندكيش قمع هتحطي المعلقة في الإزازة وتحطي الصابون أو حتى الزيت بمنتهى السهولة من غير ما تبهدلي الدنيا في المطبخ. طريقتها حلوة قوي وبجد عجبتني، أتمنى تجربوها لأنها بجد فكرتها حلوة قوي. من غير قمع ولا أي حاجة هتقدري تحطي كل حاجة في الإزازة بتاعتك، الزيت أو الصابون، من غير ما توقعي، وهتستعملي وكأنك عندك قمع عن طريق المعلقة دي، مش هتوقع أي حاجة منك خالص. قطعة من سلكة المواعين وحطي عليها رشة من البيكنج باودر. تعالي أقولك بقى احنا بنعمل كده ليه. زي ما احنا شايفين كده، أنا حطيت رشة بسيطة جدا، حوالي نص معلقة صغيرة. وتعالي بقى على أي مقابض مصدية عندك واعمليها بالسلكة كده اللي عليه رشة من البيكنج باودر، ولاحظي الفرق. هتلاحظي ان كل الصدى اللي على المقابض راحت. تقدري تعمليها في كل مقابض المطبخ، بجد هتشلك الصدى وهيرجع لك لونها وكأنها جديدة. الفكرة بجد حلوة قوي، لازم تجربوها. أتمنى بقى تحطوا لايك لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الأفكار اللي قدمتها في الفيديو بتاع النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله. لو انت بقى بتطبخي كده على النار، الطريقة الصحيحة علشان تحطي غطا الحلة، مش هتحطيها على البوتاجاز وتبهدلي بيها البوتاجاز ولا أي حاجة. الطريقة الصحيحة ان انت تحطيها على ايد الحلة زي ما احنا شايفين كده. دي الطريقة الصحيحة علشان تحطي بيها غطا الحلة، ومش محتاجة خالص ان انت تحطيها على البوتاجاز وتبهدلي بيه الدنيا. اتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.